السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما كالعادة فيديو جديد وصفة جديدة، نتمنى اليوم يا رب تنال إعجابكم. اليوم إن شاء الله نتقاسم معكم هذه الكيكة اللي كتجي لذيذة رائعة، ومكونات بعض الخطرات كيكونوا في الدار، يعني كتجي هكا يعني العرادة في العشية ولا الكوتي ولا نفرحوا هكا بشي ضياف عزاز. نتمنى يا رب اليوم تعجبكم، ولا عجبتكم ما تنساونيش من لي لايك، كذلك من التعاليق، ولي أول مرة غيزور القناة عجبوا المحتوى يضغط على أبوني مع تفعيل الجرس باش يوصلكم من عندي كل جديد. وندوزو ان شاء الله لوصفه اليوم على بركه الله. باش نحضروا ان شاء الله هذا الكيك ديال اليوم كيخصنا كمقادير، عندنا هنا 4 البيضات، غادي ندوزو مراحل وطريقه في وقت واحد اختصارا للوقت باش ما نطولش عليكم. عندي هنا 4 البيضات، كنضيف عليهم واحد صاشي ديال الفاني باش تحيد ليا الزفاره، كنضيف هنا واحد قرصه ديال الملحه غير شويه، نخلط هكا مزيان حتى ينسجم. اللي عنده الضراب الكهربائي يستخدمو، نبقى نضرب هكا مزيان حتى ينسجم ليا داك البيض. كنضيف هنايا، عندي هنا واحد 100 غرام ديال سنيده، كنضيف هذيك السنيده 100 غرام ديالي، كنصامل هكا بالتحريك. كنضيف هنا، كنبدا ندخل شوي بشوي هذاك الزيت دائما مع التحريك. وهنا نضيف الحليب، كأس حليب، كأس ديال العنبة. اللي ما بغاش يدير الحليب ممكن يديوها بياغورت ديال نكهة الفاني. كنصمها هكا حتى تنسجم ليا المكونات كاملة، ونضيف هنا هذاك الفورص هكا غير بالتدريج بشوية بشوية، ودائما نغربل بحكا الفورص باش ندخل الهواء لهاد الكيكة. وهاد الكيكه كمكونات غادي ندخلوا ليها ان شاء الله بيبيس دو شوكولا، وعندنا الكاكاو صاشي الكاكاو وشويه الكركاع شويه الكوك. يعني هاد الكيك داكشي اللي كيكون عندكم في الدار هكا نغنيوه، يعني الكيك نغنيوه باللي عندنا في الدار، ممكن اننا نديروه شويه زبيب شويه اللوز. كنصمها بحكا بالتحريك، درت هنا واحد شويه دقيق لان مازال خاصني شويه دقيق، وضفت جوج اكياس ديال الخميره الحلويات 8 غرام. نغربلهم هكا، دائما نغربلتو الخميره ديالكم كتجي كتكون يعني مزيانه، ما كتبقاش هكا مكوه وكتنسجم دغيا. كنصمها بحال هكا بالتحريك، تشوفوا القوام ديال الكيك ولا عندكم يعني مزيان، ما خاسر بزاف يعني ما مطلوق هكا كيف كتشوفوا فيه بحال هكا. بقيت كنخلط حتى ولا لي على هذا الشكل، يعني ما تثقلوش الكيك ديالكم باش ما يجيكمش مدقص، وفي نفس الوقت ما تخليوش جاري بزاف باش ما يجيكمش معجن من الداخل. غنجي هنايا كمكونات اللي غادي ندير في هذا. اول حاجه خديت هذا المول، بعدا دهنته بشويه الزبده ورشيته بالدقيق. غناخذ هذه المكونات اللي غادي نزين بهم هذا الكيك. عندي هنايا، عندي هنا واحد جوج معالق ديال الكوك، وعندي هنا واحد شويه ديال الكركاع هكا، يعني واحد 50 غرام هكاك، وعندي هنايا ثاني واحد شويه ديال الشوكولا حبيبات حتى هي تقريبا 41 ولا 50 غرام. عندي هنا ساشيه ديال الكاكاو، هذا الشيء كيبقى اختياري، ممكن ديروا اللوز، ممكن ديروا يعني اللي متوفر عندكم، ممكن ديروا غير الكوكو هذا وسميتو. انا هنا غادي ناخذ واحد الطبسي غنخلط فيه المكونات كامله. مع هاد الساشيه ديال الكاكاو وغادي نحط العجين ديال الكيك، وغادي نرش هكا طبقات نخلطها بحال هكا باليد هكا تتلبس ليا مزيان هذوك المكونات كامله بالشوكولاط والكوك، نسجم في بعضياتها. ممكن تستبدلوا الكركاع باللوز مقلي هكا مفسخ ومقلي ومهرمش، حتى هو كيجي لذيذ فيها
يعني هاد الكيك بحال هكا كيمشي هكا البوتي للضياف ولا شي حاجه هكا عراضه ولا شي حاجه. كنكب هذاك المكون ديال الكيك وكنرش هنايا هذاك الخليط اللي درنا وكنجي هنا ثاني كنكب وكنجي ثاني نكمل هكا نرش به كامل ممكن ديروا في مول تحكموا نتوما في القطر ديالو هكا يكون صغير كتجيكم طبقه كتجيكم هكا طبقه ديال الكيك طبقه ديال هذا الخليط اللي درنا. دابا ان شاء الله سخنت الفرن على درجه حراره 180 ندخلوه تقريبا لمده 15 دقيقه 20 دقيقه على حساب كل واحد كيفاش كيطيب الكيك ديالو ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما يوجد. بعد ما طابت بقيت عليها هكا حتى تحمر ليها الوجه مزيان قلبتها نتوما كيف كتشوفوا كيف جات هذاك الوجه التحتاني اللي كان فيه الكركاع والبيبيستو شوكولا جا لتحت والفوق هنا نزوقوه بالشوكولاط ليكم اختيار. انا هنا درت الشوكولاط ذوبتها وعندي هنا واحد شويه اللوز كان عندي يعني هاد الكيكه بحال هكا ملي كتكون هكا العواشه ولا كتكون شي حاجه كتبقى شيطان الناس تلعب في الدار اللوز كيكون شويه الكركاع نستغلو غير شويه هكا حفينه من كل حاجه ونديروا هاد الكيك لانه فعلا كيجي زوين ويعني وماشي ديما هكا غير الضياف ولا يعني شي حد عزيز ولا كيجي يعني كيك شويه هما زوين. كناخذ هنايا هذاك الشوكولاط خديت غير واحد شويه ديال الشوكولاط ذوبته وزدت عليه داك شويه اللوز اللي قليته وهرمشته يعني صدقوني كتجي لذيذه بزاف ومفيده. اللي اللوز ما متوفرش ممكن ديرو غير الشوكولاط بوحدو غير هو كيجي واحد الهرمشه زوينه مع هاد الشوكولاط مع شويه اللوز صافي. وكنجيبو هنا وكندوزو كامل على هاد الكيكه يعني غير بعد خطرات كيكون هادشي متوفر عندنا نستغلو نديرو هاد الكيكه يعني راه ماشي دائما ولكن بعد خطرات كيكون متواجد عندنا هكا في الدار شويه اللوز شايط شويه الكركاع نديروها. وكي شفتو انا زوقتها درت غير هذاك الشوكولاط هكا دايب ودرت مع هذاك شويه اللوز اللي قلت لكم وبقى لي واحد شويه هكا رشيتو ثاني من الفوق يعني تخيلوا هاد المكونات كامله يعني راها يعني صحيه بزاف هكا نعطيوها للوليدات وكذلك هكا الناس اللي بغاو يزيدوا في الوزن يعني راه مفيده ومغذيه وفيها يعني كشفتوا العناصر اللي فيها يعني راه كتحكي على نفسها. نتمنى يا ربي تجربوها وتنال اعجابكم. الى عجبتكم ما تنساونيش من لي لايك ديالكم وكذلك من التعاليق واللي اول مره غيزور القناه عجبو المحتوى ما ينساش الضغط على ابوني مع تفعيل الجرس باش يوصلكم من عندي كل جديد. وفي الاخير دمتم في رعاية الرحمن وإلى اللقاء.